هل تريد معرفة كيفية التحقق من الميزانية وإدارتها من خلال المحفظة الإلكترونية؟ دعنا نأخذك في جولة سريعة لنريك كيف يمكنك القيام بذلك. قم بفتح تطبيق المحفظة الإلكترونية على هاتفك المحمول. ابحث عن قسم الميزانية أو الرصيد داخل التطبيق. ستظهر لك معلومات عن الميزانية الحالية بما في ذلك الرصيد المتاح والمصروفات الحالية. قم بالنقر على إدارة الميزانية أو إضافة مصروفات للبدء في إدارة الميزانية الخاصة بك. قم بإضافة المصروفات الجديدة أو قم بتعديل المصروفات الحالية وفقاً لاحتياجاتك. استخدم المحفظة الإلكترونية للتحقق من الميزانية وإدارتها بسهولة ويسر.